كل بنت بتحلم لأبعد حاجة في خيالها يوم فرحها، بتحلم بتفاصيل معينة صعب حد غيرها يفهمها، وبتشوف فرحها أحلى فرح في العالم. بتحاول تقرب لحلمها، بتدور على مكان وديكور وكوشة وورد. وبعيد عن موضة ديكورات الأفراح، بتحلم بحاجة خيالية، ولما بتقابل منظمة الأفراح بتحاول توصل لها الأفكار الخيالية والرومانسية، وساعات أفكارها كمان بتكون أسطورية. صعب تتنفذ ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع منظمة الأفراح شاهستا قاسم. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا النهاردة في عسل أبيض. شاهستا منورانا. عايز أعرف منك، ابتدى موسم الأفراح ولا لسه ما ابتداش؟ آه، بيبتدي من آخر 3 وشهر 4، وبعد كده بنكمل بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان 4 و5 دول هول. آخر 3 و4، وبعد كده بقى إن شاء الله بعد رمضان. في وقت زحمه بتحسي ان انت عندك فيه ضغط قوي في شهور السنه؟ دايما الافراح متركزه في السيزون بتاع الصيف، في الصيف، فتلاقي دايما والويك اند، فتلاقي دايما هو اكتريه الافراح متركزه في الوقت ده. طب تفتكري ايه احسن وقت بيكون عشان الافراح الاوبن اير؟ انا اعتقد في الصيف تبقى ممكن الجو يكون حر زياده عن اللزوم او في رطوبه مثلا، بس ايه احسن وقت الاوبن اير؟ ممكن من بدايه من شهر 4 ده الجو بيبقى كويس، في اواخر شهر 9 وشهر 10 برده الجو بيبقى معقول. هو مصر دلوقتي ما بقاش الجو فيها بيتضمن، يعني ممكن تبقي الجو تحفه وتيجي مره واحده تلاقي الدنيا بتمطر، صح، هواء، رياح، يعني ما بقيناش اللي هو معتدل صيف. مش زي زمان. ما بقيش. لا، اختلف حتى الجو. حتى الجو اتغير. بالظبط. بس تحسي احلام البنات والرومانسيه في الديكور وفي الفساتين وفي الورد، بالذات بعد فيلم لولا لاند، يعني بعد الرومانسيه اللي شفناها وطايرين وكده، بتلاقي الطلبات اتغيرت في الديكور بتاع الافراح؟ بصي، هو دايما التركيز في الفرح مع اي عروسه انها تهتم جدا بالورد، بلون الورد انه يتناسب مع لون فستانها. بتبقى عايزه الفرح حته من الفستان. بتبقى عايزه فرح رومانسي، بتهتم بكل حاجه، بالاضاءه. الاضاءه عنصر مهم جدا، ما بيقلش عن عنصر الديكور بالظبط، يعني ان يخلق فرح رومانسي عنصر اساسي بعد الورد والكاندلز الاضاءه. طب في طلبات بتبقى صعبه انها تتنفذ؟ يعني مره جات لك واحده مثلا في موقف انت مثلا فاكراه وطلبت منك حاجه كانت خياليه فعلا ما تتنفذش؟ كانت مره واحده طلب مني حاجه تعتبر كانت قابلتني فيها صعوبه شويه، لما طلب مني اعمل جوه قاعه اندور اعمل فرح اوت دور، يعني عايزه الديكوريشن كله تحس انها قاعده في جاردن، في نفس الوقت انت بتتكلمي في قاعه كانت رويال قوي. طب دي نفذتيها ازاي؟ عملنا فعلا، جبنا شجر طبيعي وعملنا في الفرح نجيله طبيعي ونجيله صناعي على الترابيزات. كانت كل الكراسي الريبونز بتاعتها عباره عن فروع شجر. الانترانس نفسه بتاعتها كانت شجر طبيعي، مش شجر صناعي، يعني كان شجر طبيعي بخضره طبيعيه. كانت حابه تشوف اكتر حاجه في الفرح مناسبه ليها انها تشوف خضره اكتر من الورد. حتى البلاكسي عملناه ترانسبيرنت وحطينا جواه خضره. طب هي كانت ليه ما عملتوش بقى اوت دور؟ هل الجو ما كانش الجو مساعد؟ كان شهر 7 وقلقت من الجو، فعملت جواه قاعه، وكانت كان حلمها كله انها تعمل اوت دور. السنتر بيس قصه، يعني السنتر بيس انت بيبقى عندك عدد كبير قوي من الترابيزات، في الهاي تيبل وفي الترابيزه العاديه الراوند، انواعها ايه؟ يعني في سنتر بيس انا بشوفها صغننه كده، وفي سنتر بيس احنا عندنا في الاستوديو انت جايبه لنا سامبلز حلوه قوي، بتختلف اكيد الكوست طبعا بيختلف قوي معاكي في الحاجات دي. الكوست بيختلف وحسب نوع الترابيزه. يعني احنا دلوقتي بالنسبه لارتفاع الاسعار، انا ممكن ما اعملش كل الفرح من نفس نوع السنتر بيس. عاده بختار الترابيزات الاساسيه اللي هي بتاعت الاسره، بتاعت العريس والعروسه، دول ممكن اعمل لهم 2 سنتر بيسز يبقوا هم اعلى حاجه في الفرح. ممكن نبتدي في الهاي تيبلز نعمل ترابيزات، نعمل سنتر بيس اقصر، يعني اصلا هاي تيبل بتبقى ترابيزه عاليه. بالظبط. فانا مش محتاجه ان انا اعمل سنتر بيس. والشباب مش بيركزوا في الموضوع بالزبط. ده يعني الهاي تيبل بيقعد عليها شباب، فبالتالي هم مش بيبقوا مركزين قوي. ممكن نحط لهم كاندلز اكتر. صح. الشباب بطبعه رومانسي فبيحب يشوف الشمع حواليه، فلازم السنتر بيس بتختلف وتنوعها ممكن يقلل من الكوست. يعني اعمل سنتر بيس ممكن كوست اعلى، في سنتر بيس ثانيه تبقى اقل في التكلفه، وعلى حسب كمان الشكل بتاع الفرح. يعني الاندور غير الاوت دور، ما ينفعش استخدم نفس السنتر بيس.
طبعا. طب ايه الافكار التانية اللي ممكن تعمليها غير الشمع والورد؟ ممكن كريستال مثلا، او ممكن ايه تاني يكون مختلف للسنتر بيسز؟ اساسي كريستال مع الورد مع الكاندلز، ثلاثة مش مستمرة. والمرر اعتقد برضو بتخش في كل حاجة، بتبقى على الترابيزة، بتدي اتساع في القاعة وبتدي شكل حلو قوي على الترابيزة. في دلوقتي اللول بدل الكريستال، يعني في كتير عرايس مش بيحبوا الكريستال، فممكن نستخدم البيرل ومش بيقل برضو جمال عن الكريستال. في نفس الوقت الاوت دور بيبقى له سنتر بيس تاني خالص، ما ينفعش استخدم كريستالز، ما ينفعش استخدم شمع في الاوت دور علشان الهواء، عشان الهواء. ففي دلوقتي عندنا سنتر بيسز بتبقى بسيطه جدا، حتى افكار ممكن تعملها العروسه بنفسها. تلاقي حاجه شبه البرطمان وعليها خيش ورده سيمبل جدا محطوطه فيها، يعني في افكار بسيطه جدا ممكن ان هي بتخلق جو جميل وما تكونش مكلفه بالذات في الاوت دور. بالظبط. طب انواع الورد هي طبعا مختلفه جدا، وما يعني اما انا ما حدش هيعرف يلمها. انت دلوقتي لما بتجيلك عروسه في ثقه، يعني في ثقه كده انها تقول لك ايه، انا عايزه شكل معين بس انا مش فاهمه، انا عايزه اللون المعين، اعملي لي انت ثيم للفرح بتاعي، اختاري لي لون معين، وبتسيب لك انت الموضوع، ولا في نوعيات بتبقى لا معاكي في كل تفصيله، بتدخل في كل حاجه وحماتها وجوزها بالظبط، يعني بتقابلي ايه؟ بصي من اول لقاء بيبان العروسه الفكر بتاعها بيكون ايه، بقره دماغها هي والعريس رايح على ايه. في ناس بتيجي مش مهتميه خالص بالورد وتبقى مش فاهمه، يعني نتكلم في الورد تقولي مش فارق، طبيعي صناعي مش مشكله، هي حاجه شكلها حلو ومش مكلفه. فببتدي انا بقى بفهمها عشان تبقى فاهمه قيمه الحاجه، ايه الفرق ما بين الورد ده، حتى لو مش تعمل معايا بس لازم تبقى فاهمه. فالعروسه اللي مش فاهمه وبتحط ثقتها فيا، بحاول ان انا اخد رايها، بس في نفس الوقت بحط التاتش بتاعي ان انا ما يبقاش كل حاجه عبء على العروسه. طب النوعية دي بتبقى أريح من اللي هي كل حاجة بتتكلم فيها وهي ممكن تكون مش فاهمة. يعني في حد ما يبقاش فاهم بس في نفس الوقت معانا صور أهي، دي سيمبل جدا حلوة قوي قوي، ومتهيألي دي فيري كوست خالص، أوت دور مش كوست، أوت دور حلوة قوي. طب ايه الألوان اللي ممكن تساعد على دي؟ برضه مناسبة قوي الأوت دور، حلوة جدا طبعا، حلوة قوي. ده بس دول ما ينفعوش هاي تيبل، نو واي، لا لازم تكون حاجه قصيره. دي سنتر بيس قصيره، دي مناسبه للهاي تيبل. حلوه قوي، افكار حلوه جدا جدا. المدخل ده الانترنس، ده للجست، احنا عايزين نتكلم برضه الناس من وهي داخله تبتدي تدخل في المود بتاع الفرح، ده اول حاجه مهمه. يعني انت بتعرفي الفرح بالنسبه لك هيبقى شكله جوه ايه من الانترنس، زي ما بيقولوا هو ثيم واحد، يعني انت بتتفقي مع العروسه، بتقعدي معاها بتتفقوا على ثيم واحد، على كالرز معينه، وبتبتدي تفكروا. حلو قوي قوي الانترنس ده، على الستيج، ده الدانس فلور. بتحسي انك ماشيه على سنتر بيس لما بتحطي الفلاورز، بنفس الفكره كنت عاملاها للعروسه اللي هي كانت طالبه انها تحس انها قاعده في جاردن، يعني بدل الفلاورز هنا كنت حاطاها، انت هتخلي الثيم كله فعلا كده. حلو جدا، لا ده في تقدم فظيع عن ايام انا وانت ما اتجوزنا. حلو جدا، بصي تحفه. اللي عاجبني دلوقتي في الافراح ان بقى في فكره الترابيزه الواحده الطويله الناس تقعد عليها، دي الهاي تيبلز، لانها بتجمع عدد كبير جدا، يعني الترابيزه اللي قدامنا دي بتجمع عدد كبير. دي اسمها دي شيب بتاعها اسمه ايه؟ اس بقى في شيبس قوي كتير من الترابيزات بقى، بس دي من اكتر الترابيزات المطلوبه لانها بتجمع عدد كبير جدا من الشباب. طب السيت اب بتاع القاعه بيبقى شغلك انت طبعا؟ بصي انا باخد القاع، وانا يعني احسن حاجه ان انا اخدها من اي تو زد، ده بيريحني في كل إن انا اتحكم في كل حاجه، وبيبقى كل حاجه ماشيه بنفس الثيم. فانا اللي ببقى مخططه من الاول الالوان هتبقى ماشيه ازاي، ببقى عايزه اعرف فستان العروسه مدخله فيه الوان تانية ولا لا. طب ايه اكتر لون بيناسب فكره الفيري تيل، لو فرح كده خيالي واسطوري، ايه اكتر الوان بترشحيها؟ بصي في الورد انا بحب قوي الابيض والالوان الباستيل الهاديه والبينك الهاديه، وحتى بصرف النظر عن
الجو الرومانسي من اشيك الالوان مناسبه لالوان الفستان الابيض بتاع العروسه انك تاخدي نفس لون الفستان اللي هو الابيض. طبعا الابيض ولو ما بنطعم بحاجه تانية لازم تبقى الوان فاتحه. بس هنا الاضاءه يعني ايه مهمه برضو جدا، يعني هي مبينه اللون الورم من الالوان الرومانسيه اكتر من الابيض. اللون الايه؟ الورم. بالظبط الورم لايت اكتر من جداً الابيض جدا. الابيض ده فعلا بيفصل يعني شويه، يعني بيخلق جو تاني خالص في الفرح. عشان كده بقول لك اهم حاجتين الورود والكاندلز. ده كريستال ولا كريستال ولا ده ايه؟ ده فلاورز ومعانا في السيلينج كريستالز. اللي في السقف ده كله كريستال. حلو قوي. افكار رائعه حلوه كلها تهبل. طيب انت السنتر بيس عندنا دي بوينت اكيد بتقفوا عندها، والكوشه. الكوشه دي ما بقتش مهمه دلوقتي. ما بقتش مهمه. هي ممكن فرح ما يكونش في كوشه اصلا. اكتريه الافراح دلوقتي ما فيهاش كوشه. دلوقتي بقى نفس الانترنس بتاع العروسه، ممكن بعد ما تنزل من الانترنس بحط لها شازلونج لو حابه. اوكي. في عرايس كتير تقول لي انا مش عايزه اقعد. يعني في اقنعها بس. بنبقى في في الموضوع ده بقى ما بين الام اللي عايزه كوشه يا بنتي يا بنتي ما ينفعش عروسه ما تقعدش. عروسه لازم تقعد. بنعمل حل وسط ان هي بعد ما تنزل من الانترنس بدخل لها شازلونج، بحيث ان في وقت الفيرست دانس بتكون الشازلونج طالع على الكوشه. في برضو من الحاجات المهمه الجيس بوك تيبل، صح؟ ده بقى ما بقاش لسه افكار. في افكار، كان في كاميرا صح، وحد يصور الناس وهي داخله ويمضوا. دي الافكار الجديده. بس برضو بصي انا عندي دايما بالنسبه لدلوقتي تكاليف الفرح بقت عاليه جدا. فاول ما بقعد مع العروسه بلفت نظرها الاولويات. الاولويات اللي انت بتبقى دايما ظاهره في الصور. هتدي شياكه للقاعه، وفي اولويات مش باينه. يعني الجيست بوك ممكن تكلفيها كتير جدا، وفي النهايه في ناس تنسى تكتب اصلا. ما بتكتبلكيش خالص. اولويات الفرح. لو البادجت كويسه ما فيش مشكله، بنعمل كل حاجه. بس دايما دلوقتي بس الغلا اللي احنا فيه، لا بنشوف الاولويات ايه اللي ممكن يديني شكل كويس وفي نفس الوقت التكلفه بتاعته ما تكونش عاليه. سنتر بيس والانترنس دول اهم حاجه. الاضاءه والسيلينج. السيلينج شوفي انت شفتي السيلينج بتاع الانترنس ولا السيلينج الدانس فورم؟ القاعه نفسها. يعني لما انت شفتي الانترنس بتاع اللي فيه سيلينج كريستلز لفت نظرك. طبعا. فالسيلينج عنصر مهم جدا هو الاضاءه. طب يعني بمناسبه الاسعار وزياده الاسعار والدولار والناس مش هتبطل تتجوز، يعني بتعملي ايه؟ يعني بتبطل ديكور. بتبطل ديكور ولا بيعمل يعني اكيد بتعملي باكجز مثلا؟ عندنا باكجز وبيعملوا زي ما قلت لك. القصه مش في الفلوس، القصه انك تعملي حاجه شيك وسامبل في نفس الوقت ويبقى فيها ذوق واختلاف. مش قصه ان احنا نغالي. والله يعني دي مسج حلوه قوي منك انت، يعني حلوه قوي المسج دي لما تيجي منك كده لاي واحده بتتجوز. في ناس فاهمه غلط ان كتر الفلاورز هي دي الشياكه، او لا في حاجات كتير ممكن تحل. بالظبط البساطه هي فعلا احلى حاجه، مش لازم واحد يحط حاجات زياده عن اللزوم. بصي احنا بقينا دلوقتي عاملين سنتر بيسز باشكال مختلفه، انك ممكن تستغني عن كميات الورد الكتيره. يعني تلاقي السنتر بيس نفسها شكلها شيك، تحطي عدد ورد قليل، لان طبعا الكوست بتبقى اعلى حاجه في الفلاورز. طبعا. فدلوقتي في انواع كتير من السنتر بيس بدات زي اللي انا حطاها على الجنب. بدات انك انت تقللي كميه الفلاورز اللي موجوده. تمام. بتدخلي حاجات ثانيه. اتفضلي يا شيخ. قولي لي التورته مثلا بتنسقي مع العروسه والعريس ان التورته تكون لايقه على فكره الفرح، الالوان، الورد، بتعملوا ايه في التورته؟ وعلى الفستان. وعلى الفستان كمان. يعني دلوقتي في تورت طالعه الديكوريشن بتاعها بقى كله فلاورز، حتى هي بتبقى نفس تقريبا الفلاور. لو في العروسه في تصميم معين في الفستان بتاعها ممكن تلاقيه في التورته. حلو قوي. وما بقتش الادوار التقليديه بتاعت الاول، بقت تلاقيها تورته كل دور في فرده يعني مفرد. مش لازم تبقى ادوار بقى فوق بعض زي فوق بعضها زمان. لا خالص. سامبل. سامبل جدا. ايه الافكار الجديده اللي انت بتفكري تعمليها الفتره الجايه، او ايه الفكره اللي نفسك تعمليها بس حاسه بصعوبه ان انت تقدري تعمليها؟ بصي انا نفسي اعمل فرح يكون في الجبل. يعني اشوف جبل واشوف بحر من ورا الجبل وخضره في نفس الوقت.
فكره افكار حليمه بقى. حليمه جدا بس عايزه واحده تبقى يعني لازم يكون في اماكن طبيعيه بس في نفس الوقت نختار التوقيت المناسب ان احنا نعمل فرح زي ده. واكيد في اماكن كتير في مصر لو الواحد دور هيلاقي اماكن سخنه جدا طبعا. سخنه دلوقتي بقت كلها سخنه قريبه كمان ودهب برضه. الجبال كلها بقت دلوقتي اماكن رائعه بيتعمل فيها افراح دلوقتي. صحيح. بس هي عايزه جراءه من عروسه ان هي تعمل حاجه زي كده. بقى هتلاقي على فكره هو الجيل ده كله هو دلوقتي عايز يعمل حاجه مختلفه او شرم كله بقى ما يعني بيتجه اتجاه تاني. تفتكري ايه اللي بيميز الويدنج بلانرز عن بعض دلوقتي؟ بما انهم كتروا كمان جدا بقوا كتير قوي. ايه الفرق يعني؟ ايه اللي يخلي واحده تقول طب انا عايزه اشتغل مع دي مش دي؟ ايه اللي بيميز؟ حاجتين، انها تكون كرييتيف وبكام السعر والابداع. بكام الابداع؟ الابداع مش بسعر بالظبط، مش الكام الفكره، بكام انك انت تعملي فكره ما تتكلفش بالظبط، انت تقدري تحققي لها اللي هي عايزاه بسعر مناسب، انك تعملي باقل التكاليف افكار كويسه، وان كل مره تتجددي عن الفرح اللي قبله. يعني ان احنا لا، مش ان انا هدخل اشوف صوره، او لو حتى العروسه جايه لي بصوره انا عايزه اعمل السنتر بيس دي، طيب هل السنتر بيس دي مناسبه للمكان اللي هي عامله فيه الفرح؟ فهو ده اللي بيميز ويدنج بلانر عن تاني. انت بتنفذي طلبات العروسه وبس، ما عندكيش فكر بتقلدي صور، ولا عندك فكر وبتقدري تحققي لها اللي هي عايزاه برده بنفس التكاليف بتاعتها. عايزه اقول لك بتجيلي عرايس كتير متعقده اللي هو من الارقام اللي بتسمعها. اكيد يعني بتيجي اللي هو فاكره ان الويدنج بلانر المفروض ده دبح. فعلا كده، فبتبقى جايه فعلا متعقده. لا الموضوع مش كده خالص. يعني المفترض ان احنا اهم حاجه عندنا انك تسعدي العروسه والعريس. هو يوم لطيف المفروض ان انت بتتبسطي فيه، بتبقي مش عشان نعقدها او عشان تخش مضغوطه في مصاريف ديكوريشن. هي اكيد اوريدي عندها مصاريف ثانيه، البيت وتجهيزات البيت، فهي بتبقى اوريدي محتاجه ان حد يحقق لها كل اللي هي نفسها فيه بتكلفه معقوله. في افكار كويسه جدا دلوقتي وباسعار كويسه. يعني احنا بدانا بدل الورد الطبيعي ممكن نعمل ورد صناعي. انا لسه كنت عايزه اقول لك انا بشوف ورد صناعي بجد ما بفرقوش عن الورد الطبيعي. فده انت بتستعمليه عادي ملوش مرات استخدام، صح؟ لا، هي الفتره طبعا الاسعار كانت كويسه فيها ما كناش بنعمل كده. كان بيبقى الورد طبيعي. طبيعي. بعد ارتفاع الدولار لا، ممكن احنا نستخدم ورد صناعي طالما العروسه سامحه بده، وده بيقلل الكوست بتاع الفرح. زي ما قلت لك برده ان احنا ممكن نزود الكاندلز ونقلل الفلاورز. فكل ده ممكن في اوبشنز كتيره ممكن فعلا تقليلي بيها. انت دلوقتي عند في عروسه فرحها قرب، المفروض تبتدي تجيلك وتتفق معاكي من قبل ايه؟ بصي، هو يفضل قبل الفرح بست شهور. لا يا بدري كده؟ يفضل ست شهور بس. ساعات بيجي لنا اوردرات قبلها 48 ساعه. معقولة؟ ست شهور؟ لا لا لا، 48 ساعة؟ ده 48 كتير. طب هي بتبقى يعني عندها حجزة قاعة عشان تقدر تعمل ده؟ والله أنا مر عليا كذا فرح ممكن تكون مع حد وكنسلت في آخر وقت. دي بتحصل كتير، بيختلفوا في الآخر، فده بيبقى ظرف طارئ. في ناس بتبقى فجأة حددت ميعاد جوازها في أسبوع، بيبقى العريس مسافر بره وفجأة إجازته فبيحددوا فجأة. دي حصلت كذا مرة، لدرجة إن حتى الفرح نفسه بيبقى مش محجوز له قبلها باسبوع. وبتبقى الفستان يعني بيبقى اقل هم الديكوريشن. فاحنا بنبقى مستعدين في اي وقت للمواقف اللي زي دي. ليه بقول ست شهور؟ عشان لو ليها حلم خيالي عايزه تحققه اساعدها انها تحققه. يعني لو في فكره خياليه قبلها بفتره كافيه احسن. طب بتهتمي بايه اكتر لما العروسه تيجي تقول لك انا عايزه فرحي في المكان الاوت دور او الان دور، او لو بتبقى محتاره مثلا، تهتمي اكتر انت تنصحيها ان هي تختار بناء على اللي هيطلع احلى ولا بناء على شخصيتها؟ يعني ممكن مثلا هي واحده محتاره تعمله اوت دور او ان دور، وانت حاسه ان السنه دي او عندك امكانياتها تطلع حاجه حلوه قوي جوه قاعه، بس انت حاسه شخصيتها مختلفه ودي هتبقى مبسوطه اكتر لو عملت مثلا فرحها على البحر مثلا، او يعني الصعوبه. عمرك عملتي فعلا فرح على بحر؟ بصي لغايه دلوقتي لسه، بس انا نفسي جدا تبقى حلوه. بس يتوقف على امتى ميعاد الفرح. يعني مش اي وقت نقدر نعمل على البحر. الفستان شكله ايه؟ يعني مش هينفع انها تبقى لابسه فستان بديل وتعمله على بحر. اكيد مستحيل. بشوف حاجات يعني بتبقى فيه كده، ان انا عاملاه في جاردن والظهر والفستان بديل.
لا ما ينفعش، لازم احنا عايزين نعمل فرح يبقى من الاول بنظبط كل حاجه ان الفرح ده اوت دور، يبقى كل حاجه من اول الفستان لغايه الديكوريشن. لما بتجيلي عروسه محتاره اوت دور او ان دور بنشوف الاول الميعاد امتى، لان برده القصه او الدور. طيب احنا لو في الشتاء لازم يكون في استعدادات ان الدنيا لو مطرت فجاه الدنيا ما تبص بالظبط، يبقى في مكان ان دور برده موجود بحيث ان هيكون في البوفيه، او ان هي لو حصل مطر او اي حاجه هتدخل الجست فيه، فلازم يبقى في تجهيزات للفرح الاوت دور بالذات. فاول حاجه بنصح بيها العروسه لو جات لي قبل ما بتحجز القاعه وسالتني اوت دور ولا ان دور، امتى الفرح، العدد قد ايه، عشان الاوت دور برده بيحتاج اعداد كبيره، صح، فما تبقيش عندك 30 40 وعامله المكان كبير جدا. فدي من اولوياتي الحاجات اللي بسال عليها. انت كودنج بلانر انت بس افراح ولا بتعملي ايفنتس كلها؟ بتعملي ايه تاني يعني؟ ممكن ايه تاني؟ بيرث داي و طب يعني قولي فعلا. طب يعني قولي لي ايه الحاجات التانيه اللي بتعمليها؟ بصي هو طبعا احنا بالنسبه لنا اكتر حاجه الافراح، لكن في ما انا عارفه دايما ويدنج بلانر بنتكلم في افراح بس هي الناس بتبقى متخيله كده، لكن في اعياد الميلاد دلوقتي في ناس كتير بتهتم بيها. تالي دي سهل، دي اسهل بكتير طبعا شاور. بالنسبه لك بصي هو اي حاجه لازم تديها تركيز، سواء ايفنت صغير كبير المهم تركزي فيها لانها مسؤوليه. الناس بتبقى عامله ده علشان تبقى مبسوطه ما تتفاجئش باي حاجه. فحتى لو كان حاجه مناسبه صغيره جدا لا لازم نهتم بيها. بتعملي بيرث داي، بتعملي بيبي شاور. طب ولو عملتي بيبي شاور بتحتاجي وقت قد ايه عشان تجهزي له؟ انت عارفه ممكن واحده مثلا عامله حسابها هتولد في وقت معين، تولد قبلها بشهرين، تلاقي ان هي محتاجه اسبوع على طول. دلوقتي عارفين ميعاد الولاده. دلوقتي مجهزين. دلوقتي انا ساعات ممكن واحده تطلبني تقول لي انا بعد شهرين ان شاء الله هولد وهعمل ميعاد البيبي شاور بتاعي يوم كذا، زيه زي الفرح بالظبط. طب نقوم بالسلامه وبعدين نتكلم. لا بيجهزوا برده البونبونيره والحاجات. ايه بقى إيه حامل ايه حاجات البيبي شاور دلوقتي؟ انا يعني انا اخر حاجه فاكراها كان البونبونيره، وكان في برده والشمعدان والعروسه، بس ده كان زمان. كان في منخل موجود ولا موجود؟ منخل موجود. دلوقتي البيبي شاور برده بقى زيه زي الفرح الصغير، يعني ما بقاش فيه الهون والمنخل وكده، لا ما بقاش موجود. بقى بوفيه ودي جي وديكوريشن للبيبي بلو للولد وبينك للبنت ولازم كادو للجست الموجودين، فما بقاش يقل اهميه عن اي فرح. هل ممكن حد يستخدم لون غير الازرق والبينك في اسبوع؟ لا عادة هما دول هما دول اللونين، مفيش حد بيطلع عن التقليد. لا 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 بس طبعا بنطلع في الديكوريشن. يعني دلوقتي بقى في ديكوريشن مخصوص لاعياد الميلاد، وانا بقول لك ما بيقلش اهميه عن اي فرح. تنصحي بايه اللي هيتجوزوا قريب؟ يعني اللي قربوا يتجوزوا تنصحيهم بايه بافكار جديده؟ اهم حاجه قبل ما يحجزوا القاعه لازم يستشيروا ويدنج بلانر عشان توجههم للاختيار السليم، يعني في ناس كتيره بتختار قاعه بتكون غير مناسبه بالمره، بتكلفهم اكتر بكتير من اللي هم تخيلوا انهم هيوفروه. ايوه فدي اول حاجه. تاني حاجه البساطه. يعني الموضوع مش بكتر الديكوريشن، الموضوع بالبساطه بان الحاجه تبقى متناسقه مع بعضها. صحيح. فدول اكتر حاجتين. كمان ان يبقى في وقت كافي لاعداد الزواج، ما يبقاش متفاجئين في اخر لحظه. انت عارفه ان احنا بنحب المفاجآت في اخر وقت. بنشكرك جدا ونورتينا. للاسف خلصت فقرتنا بسرعه. بنشكرك جدا انك كنتي معانا النهارده في عسل ابيض. زي ما شفنا افكار كتير لديكورات الافراح، مهم جدا ان كل بنت تحقق حلمها وتعمل فرح حلو، لكن الاهم انها تكون فرحانه بجد، مش بشكل الفرح ولا بالامكانيات، المهم تكوني فرحانه مع الناس اللي بتحبيهم اي مكان وباي شكل. نسيبكم مع فاصل ونرجع لكم مع ضيفي الدكتور محمد طه، استشاري مدرس الطب النفسي بكليه الطب وزميل الكليه الملكيه البريطانيه للاطباء النفسيين وعضو الجمعيه الامريكيه للعلاج الجامعي وصاحب كتاب علاقات خطره جدا.